وبعدين هنعمل ايه؟ هنسيب شبلي كده؟ والله ما انا عارف يا بكار، احنا هنجيب له محامي وربنا يستر. هو ايه الصوت ده؟ ده موبايل شبلي. ده مكتوب التاجر. ليكون التاجر اللي بيقول عليه شبلي. نرد ولا ايه؟ ايوه لازم نرد. انا قلقان. انا هرد. الو. ايوه يا فنان، صوتك متغير كده ليه؟ معلش اصل عندي برد. المهم انا عاوزك تقابلني النهارده. ها، عندي ليك تمثال تاني عاوزك تعملهولي. ايوه هجيلك. سلام. ايه اللي انت عملته ده يا بكار؟ هي دي فرصة شبلي، نعمل فخ للراجل اللي بيستغله ده ونقبض عليه. والله فكرة حلوة، نروح الجسم ونقول لهم يخلوا شبلي يقابله ونقبض عليه متلبس. يلا بينا. ما ينفعش يا سيد. ليه بس يا حضرة الشاويش؟ طب وانا اعرف منين بقى انكم بتقولوا الحقيقة؟ مش يمكن بتعملوا كده علشان تهربوا المتهم؟ الراجل لسه متصل بينا، تحب تكلمه وتسمع منه بنفسك؟ طب وانا اعرف منين بقى انكم مش متفقين معاه؟ تعال معانا شوفه وخلي شبلي هنا. طب واني اعرف منين بقى انكم مش عاوزين تمشوناني من هنا علشان تهربوا المتهم من هنا؟ دي فرصة وجات لحد عندنا، طب نعمل ايه؟ طب واني اعرف منين بقى تعملوا ايه؟ طيب فين الضابط نكلمه؟ انت ازاي تستجرى كده وتسألني الضابط فين؟ طب الضابط في اجازة، ارتاح. اجازة فين؟ ونعرف منين يا شويش؟ ساعدنا. اساعدكم ليه؟ القضيه عاوزه متهم والمتهم جوا واعترف، يبقى خلاص. يلا بقى اتفضلوا، مع السلامه. فكرة تثبت براءة شبلي. بقى انت يا صغير، انت اللي هتحل الموضوع. اسمعني بس حضرتك، احنا نروح نقابل الراجل ده ونقبض عليه بنفسنا. والتهمة ايه بقى يا بكار؟ انه معاه صور اثار؟ لا، انت تقابله وتقوله شبلي عيان، وناخد الصورة ونعمل زيها، وهو بياخد التمثال نمشي وراه، ولما يجي يبدله بالاصلي نطلب البوليس. انت فاكر نفسك المحج كونان؟ ايه ده، انت بتتفرج على سبيس تون يا عم عبد العزيز وكارتون نتورك كمان. المهم لو فرضنا اللي انت بتقوله دي، هنجيب له تمثال زي اللي عايزه ازاي؟ انا هنحته. بص، انا اللي عامل ده. ياه، ده شبه رشيدة بالظبط. ايوه اني شاطر في النحت. والله شكلها فكرة مش بطالة. اتفقنا، أنا هروح أجابله. يا رب الفكرة تنفع.